بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم شباب؟ عاملين ايه مع بعض؟ هنحل سؤال رقم 3 صفحة 194. سؤال رقم 3، اختر الاجابة الصحيحة من ما بين الاجابات المعطاة. رقم 1، اكبر وحدة في الكون هي، اتفقنا عليها انها المجرة، تمام. رقم 2، يا شباب زي ما اتفقنا ان احنا في كل فيديو اي سؤال بنحله لو اسم بلدك جنبه، يعني انت قبل ما تبص لي على السؤال بص على البلاد اللي محطوطه جنبه، اول ما تسمع اسم بلدك او اول ما تقرا اسم بلدك تبعت لنا احلى تحيه من عندك، تمام. وزي ما اتفقنا برضو ان المعلومات اللي احنا قلناها قبل كده في الاسئله اللي فاتت واستفدنا فيها كتير مش هنعيدها تاني، زي المجره حكينا فيها واتكلمنا فيها كتير، فمش هنقولها تاني في شرح غير في تفاصيل صغيره. غير كده كل المعلومات اللي احنا بنقولها بننكت عشان خاطر اعرفك ان الحل من كتر الخبره بيطير لك اسئله كتير جدا جدا ممكن تحلها بسهوله جدا، تمام. رقم 2، تشع نقط كميات هائله من الضوء والحراره. قلت لك الضوء وحراره اللي هم مين؟ على طول قلت لك اول ما تلمح كلمه ضوء وحراره بيبقى على طول، تمام، النجوم. رقم 3، اذا كان نجم يبعد عن الشمس بمقدار ده فان المسافه بينهما تساوي كام سنه ضوئيه؟ فانت هتعمل ايه؟ هتجيب الرقم ده وتشوف السنه الضوئيه بتساوي كام، هتجيب الرقم اللي معاك الرقم ده تعمل فيه ايه؟ هتقسمه على السنه الضوئيه، هيطلع لك عدد السنين اللي معاك. طب السنه الضوئيه بتساوي كام؟ 9467 من 1000 في 10 اس 12، يعني دي يا سيدي اصلا 18، فبالنسبه للتسعه ضعفها فتبقى سنتين بالحب كده، يعني فاهم الحاجات دي للناس ذوي الالباب. الناس ايه؟ ذوي الالباب، يعني ايه؟ اللي عندهم عقل، اللي عندهم مخ مشغلين، ماشي، مش سايبين مكانه خطوط اندوم. رقم 4، اول من اخترع منظار لرصد الفضاء هو العالم مين؟ اتفقنا ان اول واحد اخترع المناظير عشان يرصد الفضاء هو جاليليو. بالحب برضو معاك، انت عندك 4 اختيارات زي دول، تمام. دول هيجولك في كل العلماء اللي هيجولك في المنهج كامل. يعني ايه برضو؟ انت عندك كل واحد من العلماء دول عمل حاجة، ماشي، وجنبهم برزيليوس عمل برضو حاجة في المنهج ده، قشطه. الخمسة دول معنى كده ان هما هيجولك فين؟ في كل الاختيارات. فانت وانت بتذاكر كده كل عالم عمل حاجة تعمل جدول محترم كده وتكتب اسم العالم وتكتب عمل ايه، تكتب اسم العالم وعمل ايه، هي اسم العالم وعمل ايه، اسم العالم وعمل ايه، عشان خاطر اي تفصيله صغيره كده هتفرق معاك. انت اتعود معاك بقى من دلوقتي، انت في اولى اعدادي، ثانيه اعدادي، ثالثه اعدادي، كل الحاجات دي اي عالم هيعمل اي حاجه في منهجك تاخد لاين كده وتكتب اسم العالم وعمل ايه ولاين كمان عشان خاطر تحضر للعالم اللي بعده. رقم 5، تحتوي المجموعه الشمسيه على ايه؟ ملايين النجوم، مجموعه شمسيه. الاف النجوم، احنا قلنا مجموعه شمسيه. الاف ملايين النجوم، احنا قلنا المجموعه الشمسيه، المجموعه الشمسيه، تمام. يبقى نجم واحد بس. رقم 6، اكبر جسم في المجموعه الشمسيه هو اللي احنا بنلف وندور حواليه، اسمه الشمس، تمام. سؤال رقم 7، تدور الكواكب حول الشمس بفعل القوى الجاذبيه. جاذبيه ايه؟ هي بتدور حول الشمس، فاكيد مش بجاذبيتك انت، ماشي، يعني انت مش جذاب للدرجه دي، فهي بتلف حوالين الشمس فيبقى على طول هتبقى جاذبيه الشمس بره، تمام، عشان خاطر هي بتلففها حوالين نفسها. في مثال شبيه بكده بس انا مش هشرحه لان انا راجل محترم. رقم 8، يدور حول الشمس في، بس يعني لو عايزينه هقوله لكم، يعني لو عايزينه اطلبوه، عن نفسي هقوله لكم بس مش هقوله انا لوحدي، لازم انتوا تطلبوه. رقم 8، يدور حول الشمس في مدارات شبه دائريه. نقط كواكب، على طول احنا عندنا كم كوكب؟ 8. رقم 9، يقع كوكب الارض بين كوكبي ايه؟ على طول الزهرة والمريخ. رقم 10، اقرب الكواكب الخارجية للشمس هو مين؟ معنى كده ان احنا عاوزين نشوف ايه؟ رقم مثلا 5 6 في الرنجات دي، فانت ابعد من 5 ما ينفعش تاخد اكيد، يعني فاهمني؟ ابعد من 5 ما ينفعش تاخد عشان احنا بنشوف اقرب واحد للشمس، فعلى طول بنقول ان هو مين؟ المشتري، تمام. رقم 11، اكبر الكواكب الداخلية حجما هو كوكب مين؟ على طول الحب الحي بتاعنا ده، تمام. رقم 12، تتراوح كثافة الكواكب الداخلية بين كام وكام؟ بيسأل على الكواكب الداخلية. الكواكب الداخلية 3 و3 و5 و5، 3 شمال 3 يمين
خمسة شمال خمسة يمين، احفظها بأي طريقة. تمام. لكن الخارجية بتبقى دي. تمام. لو خارجية دي، لو داخلية دي. تمام تمام لازم تفرق ما بين الموضوع ده عشان خاطر الأرقام دي هيلعب لك فيها. فأنت هتثبت حاجة مثلا زي الداخلية 3 و3 و5 و5، أنت هتعرف إن أو 33 و55، عايز تحفظها كده احفظها كده يعني. أنت أهم حاجة هيجي لك اختياري في معظم الوقت، اختياري، توصيل، تصحيح الخطأ، حاجات ايه اللي هو انت تحفظ رقم هتعرف انها صح ولا خطأ كده، فاهمني؟ رقم 13، من الكواكب الصخرية، كوكب مين؟ يعني ايه من الكواكب دي؟ كوكب صخري، يعني انا عاوز كوكب داخلي، يبقى على طول عطارد. رقم 14، تتكون الكواكب الخارجية من عدة عناصر، اهمها الهيدروجين والهيليوم، في حالة على طول في حالة ايه؟ متجمدة. رقم 15، اكبر الكواكب الاتية كثافة، يعني ايه من دول كثافته كبيرة؟ انا عايز حاجة من جوه. تمام تمام. رقم 16، كوكب نقط كبير الحجم منخفض الكثافة، يتكون من غازات متجمدة، ايه اللي من دول بيتكون من غازات متجمدة؟ تمام تمام، عشان احنا عايزين خارجية. رقم 17، تحاط جميع الكواكب بغلاف جوي ما عدا كوكب واحد من دول، ما عدا عطارد. تمام تمام. رقم 18، تتميز مجموعة الكواكب الداخلية بيه، على طول ارتفاع كثافتها. اول ما تيجي مقارنة بين الكواكب الداخلية والخارجية شوف على طول بيسألك على الكثافة ولا لا. طيب سألك على الكثافة ولقيت مش موجودة اصلا، دور على الخواص التانية، لكن اميز حاجة عندنا الكثافة. رقم 19، تتميز مجموعة الكواكب الخارجية بيه، على طول شدة البرودة، وايه تاني؟ وارتفاع الضغط. ماشي ماشي. نخش بعد كده على صفحة 196. صفحة 190، اول نقطة عندي رقم 20، بيقول لي عجلة الجاذبية على سطح زحل تعادل كام؟ احنا حلينا الحاجات اللي زي كده قبل كده يعني، بس قشطة يعني، انا هوضحها لك بطريقة بسيطة. قريب من الارض، ماشي، على طول قريب من الارض. رقم 21، عجلة الجاذبية على سطح كوكب المريخ نقط عجلة الجاذبية على سطح كوكب الزهرة، مين الاقرب؟ الزهرة، يبقى الزهرة اكتر، يبقى هو بيسأل على المريخ بالنسبة للزهرة، يبقى الزهرة اكبر، يبقى المريخ اقل. تمام تمام. رقم 22، اي الاجرام السماوية الاتية الاقرب الى كوكب الارض؟ على طول انا. تمام، انا اقرب حاجة للارض. رقم 23، عدد الاقمار التي تدور حول كوكب المريخ، انا في مني 2 على المريخ، يبقى على طول 2. تمام تمام. رقم 24، مجموع اعداد اقمار كواكب المجموعة الشمسية يساوي كم قمر؟ اكبر عدد يا اسطى، ما تفكرش، اكبر عدد، لانه بيسأل على مجموعة الشمسية كاملة. رقم 25، الشكل المقابل يمثل جزء من مكونات المجموعة الشمسية، اي الارقام التالية يعبر عن مداري كوكبي اورانوس والمريخ على الترتيب. اورانوس ابعد حاجة، والمريخ اقرب حاجة، يبقى على طول. تمام تمام. ووراها حزام من الكويكبات. رقم 26، تدور الكويكبات والمذنبات حول ايه بقى؟ الشمس. تمام. رقم ان كلنا احنا كده بالصوت على النبي يعني بنلف حوالين الشمس، هذا القمر الواحد ده اللي هو انا يعني بقى في الارض. تمام. وفي مني 2 على المريخ يعني مع بعضينا بقى. رقم 27، اكبر نيزك سقط على سطح الارض حتى الان تصل كتلته الى كم طن؟ 80 طن. 28، تتقاطع مدارات المذنبات مع مدارات ايه؟ المذنب ده مداره بيتقاطع مع ايه بالظبط؟ او مدار ايه بالظبط؟ كواكب. رقم 29، تدور المذنبات حول الشمس في مدارات ايه؟ بيضاوية شديدة الاستطالة. رقم 30، يتكون نقط من رأس بها كرات ثلجية وزيل يتكون من سحابة غازية، مين اللي بيكون من رأسه دي؟ على طول المذنب، حتى هتلاقيه متذنب كده لرأسه دي. تمام تمام. وهوقف معاك الفيديو ده يا سيدي لعند سؤال رقم 4، هنبدأ السؤال رقم 4 الفيديو الجاي ان شاء الله.